الشبح الذي يطارد أي مجتمع، الإشكالية التي ما زال وضعها على الأقل في مجتمعنا مشتتا، والقنبلة الكبيرة التي تطارد وزارة العمل، فإما نزع الفتيل أو الانفجار، لا خيار ثالث. أتحدث عن البطالة، النسبة الآن 12.9 والطموح أن تصل إلى 7% في 2030. والسؤال الذي نبحث الليلة فيها هلا عن إجابة له، كيف؟ سأمرر هذا السؤال إلى ضيفي هنا في الاستوديو، الأستاذ عبد الحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودية، والأستاذ أسامة الشمري وهو مستشار الموارد البشرية. حياكم الله معنا في أهلا. أستاذ عبد الحميد أرحب فيك معنا في أهلا، وأعطيك سؤال المقدمة أو قبل، كيف؟ ليش وصلنا إلى 12.9؟ طبعا موضوع البطالة عندنا يعني كان الفترة اللي مضت يعني كنا نتكلم على 11 إلى 10%، وكان هناك خوف إنه برامج التوطين ما تكون بذاك الأهلية اللي ترفع معدل التوطين علشان تخفض معدل البطالة. اللي حصل إنه حصل ارتفاع في معدل البطالة واستمر الزحف، وصل إلى سقف 13%، وطبعا هذا يعتبر الأعلى من تقريبا 20 سنة، يعني خلال 20 سنة اللي مضت. في الوقت ذاته صار عندنا خروج للعمالة الوافدة، يعني لو تتكلم على التقرير اللي صدر مؤخرا، خلال سنة خرج ما يقارب 1,000,000 وافد ودخل 72,000 فقط. وطبعا هذا سببه وش هو؟ سببه ان التوطين اللي حاصل قاعد يتعامل مع كل الوظائف برقم، كأنها رقم، ولكن في الحقيقة الوظائف اللي خرجوا منها غير السعوديين لا يمكن اصلا، حتى لو كانت شاغرة لا يمكن للسعوديين يتوظف فيها. ليه؟ لأن أغلب الوظائف الموجودة اللي خرجوا منها هي شهادات متوسط فما دون، بينما الباحثين عن عمل عندنا والعاطلين معدلات التعليم عندهم عالية جدا. يعني أساس كده تشوف أنت، صحيح أنه معدل البطالة استقر، لكن ضمنيا معدل البطالة بين الشباب من 20 إلى 34 ومن 20 إلى 29 ارتفع، معدل البطالة بين الجامعيين ارتفع. يعني كان لازم يختاروا مجالات أخرى للتوطين غير اللي اختاروها؟ لا، البرامج التوطين هي اللي بحاجة إلى معالجة. أدوات التوطين الموجودة عند وزارة العمل هي اللي تحتاج، وزي ما ذكرت لك يمكن قبل اللقاء أن وزارة العمل ليست المسؤولة فعلا بشكل كلي عن موضوع البطالة، ولكنها مسؤولة عن جزء معين داخل سوق العمل. عندنا على أساس نحل مشكلة البطالة شغلتين لازم نسويها. الشغلة الأولى اللي هي عملية توليد الوظائف وخلق الوظائف، وهذه ما لها علاقة وزارة العمل فيها، لا من قريب ولا من بعيد، هذه معنية فيها الأجهزة الأخرى، بدء أول من يكون مسؤول عنها وزارة التجارة في عملية تسهيل بيئة الأعمال وتطويرها، وحتى تخلق مشاريع وتضخ استثمارات، فهذا يخلق لك الوظائف. وزارة العمل معنية بإحلال الوظائف الموجودة. أنا عندي اليوم أكثر حدود 8,000,000 وظيفة، هنا تتركز دور وزارة العمل أنها تقوم بالإحلال. طيب الإحلال وين؟ بناء برامج النطاقات والبرامج الموجودة اليوم هي تتكلم عن إحلال زي ما يقول الكراسي مكان الكراسي، لكن المفترض أنه يكون هناك تبويب للوظائف. يعني عندنا الوظائف القيادية، الوظائف التنفيذية، الوظائف المتوسطة، هذه تقديريا تصل إلى 850 إلى حدود 1,000,000 وظيفة. هذه خلال برنامج سنة إلى سنتين تستطيع استيعاب العاطلين اليوم عن العمل. عند تتكلم اليوم أكثر من، يعني لو نتكلم على عدد العاطلين اليوم أو العاطلين من حملة الشهادة الجامعية، أنت تتكلم على تقريبا 54%. لما تضيف تقول والله الثانوي مع الدبلوم مع الجامعة، أنت تتكلم على 92% من العاطلين يحملون مؤهلات ثانوي فأكثر. تعال شوف العمالة الوافدة الموجودة عندي في السوق، كم المعدلات التعليمية اللي عندهم، تجد أنه 92 إلى 89 هم متوسط فما دون، فبالتالي ما تركب. لكن 10% من الوافدين هذه كافية اليوم الامتصاص اليوم العدد العاطل عن العمل، زائدا حتى المتوقع أن يخرج في النصف الثاني اللي هو الربع الثالث والربع الرابع. وطبعا هذا الأمر إن شاء الله نحاول نتكلم فيه بشكل أكثر. جميل، بنرجع له. أستاذ أسامة رحب فيك معنا في أهلا. سألت الأستاذ عبد الحميد ليش وصلت النسبة، أسألك الآن كيف نقدر نخفضها إلى 7% من هنا إلى 2030؟ هو في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، ما في شك أنه لابد أن تكون هناك مبادرات قائمة، وفعلا هذه المبادرات هي مدروسة ومحظوظ وذات معايير عالية جدا لتحقق هذه النسبة. للأسف أنه وجد عدة مبادرات، وكانت هناك حقبة كاملة يعني مبادرات أطلقت من قبل وزارة العمل، ولكن شفنا نتائجها الآن. البطالة عندنا مقارب ملامسة 13%،
إذن يحتاج إعادة النظر في هذه البرامج، نوعية الوظائف التي والقطاعات التي جالسة توطن فعليا، هل هذه الوظائف هي تستهدف الأعداد الباحثة عن العمل، وهل بالإمكان أن هي تخفض لنا النسبة إلى النسبة المرجو منها والتي نطمح لها هي وفق الرؤية والمحددة إلى 7%. كذلك لازم إحنا نحط هناك معايير كدور وزارة العمل، دور وزارة العمل دور رقابي ذات تشريع، فهي المشرع الأول الرئيسي للقطاع الخاص. إذا فعلت جميع أجهزتها ذات الرقابة والإدارات المتمكنة من متابعة القطاع الخاص بشكل كامل، إذن إحنا راح نتحقق من تحقيق معدلات عالية ورفع جودة تلك البرامج لمدى تحقيقها، وفعلا يعني نكون تمكننا من وضع أهداف لتحقيقها لنصل إلى هذا العدد المتمكن من 7%. جميل، شاركنا الحلول أستاذ عبد الحميد. الحلول تكلمنا فيها بشكل مباشر حتى داخل وزارة العمل. إيه؟ الخطوة الأولى للتوطين عندي تبدأ من 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 أهم الأمور اللي تشتغل عليها وزارة العمل، موضوع لأن تتكلم إحنا نتكلم على موضوع الإحلام. إيه؟ اللي موضوع توطين الوظائف في المناصب التنفيذية والعليا. إيش خطورة وأهمية هذا النقطة؟ الحين أي قرار، أي برنامج للتوطين، أي مبادرة تطلع للتوطين، لما تخرج من وزارة العمل تذهب إلى القطاع الخاص المشهد. حلو. إذا كانت تذهب ويستقبلها المدير التنفيذي أو رئيس التنفيذي واحد غير سعودي، والاستاف اللي تحته غير سعوديين، والمستشارين غير سعوديين، هذول اللي قاعدين يأخذون اللي يسمون نسميه الكعكة الكبرى من الرواتب، هل سيكون هذا يعني يتفضل علينا ويؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة؟ يقول والله أنا والله لازم أحط برنامج أوطن مكاني، ذا أنا يا رئيس التنفيذي اللي غير سعودي إن شاء الله بعد سنة بيجي مكاني سعودي. بس هل هذا يعقل؟ لا يمكن. وإن كان وجد شخص به هذا الصفة الطيبة والأخلاقية، ما أنتظر أنه يتفضل علي أنا أنه يوافق أنه يشيل نفسه بعد سنة، وهذا مستحيل. يعني مستحيل أنه هو بفضل السعودي على مكان. فبالتالي من أهم البرامج اللي يجب أن تقوم بها وزارة العمل اليوم اللي هو توطين المناصب التنفيذية، تجي على وجهة نظر أرباب العمل يقول كان يا أخي ما في سعودي وما أدري وشو، لا فيه. الشركات الأجنبية اليوم وشهادات كثيرة صدرت للشباب السعوديين ولبناتنا السعوديات ذكروا أنه فيه السعوديين تميزوا في هذا. يا أخي عندي أكبر مثال، ثلاثة أمثلة مو مثال واحد، اتكلم على اللي حاط لي من 100 مليون وفما دون ومزعجنا. عندي اول مثال ارامكو، التوطين فيها جدا عالي، من اكبر الشركات مو على مستوى السعوديه على مستوى الكره الارضيه، الاغلبيه فيها سعوديين. نجي على القطاع الثاني وهذا نجحت فيه مؤسسه النقد نجاح تستحق عليه التقدير، موضوع توطين الوظائف العليا والتنفيذيه في القطاع البنكي، قطاع مسؤول عن اكثر من 2 تريليون ريال اصول، الأغلبية من المدراء فوق 70 إلى 73% هم سعوديين. القطاع الثالث اللي هو قطاع التأمين، وأيضا هذا تحت إدارة مؤسسة النقد، نجحت فيه خلال أقل من سنتين من رفع نسبة التوطين في المناصب التنفيذية والعليا من أقل من 50% إلى أكثر من 73% في أقل من سنتين. بالتالي هناك مجال، وهذه الثلاث قطاعات هي قطاعات رائدة جدا ومهمة وبالغة الحساسية. ورغم ذلك حينما تم التوطين ماذا حدث؟ هل انخفضت الأرباح؟ هل انتكست تلك الشركات؟ بالعكس، اليوم نشوف القطاع مثلا القطاع البنكي ما شاء الله داعس، أرباح تتنامى، مشاريع تمويل، كل الأمور استقراره، كل هذا قاعد يتحقق. فبالتالي أنت أول برنامج تسويه توطين الوظائف العليا والقيادية، هذا ما في مجال أنك تأخذ وتناقش فيه لا غرف تجارية ولا تناقش فيه شركات ولا تناقش خذ فيه قرارك ونفذ. خذ قرارك ونفذ. الخطوات الثانية تتركز طبعا تجي شغلات إجرائية، موضوع الموارد البشرية. إذا تسمح لي بنرجع لها بس أنا مضطر أني على اتصال غرف عمليات متصلة مع الموارد البشرية، كل هذه الأمور أعتقد والله تقدر تسوي أشياء كثيرة وزارة العمل في هالمجال. جميل، بنرجع لهالحلول وأكثر معك أستاذ أسامة، بس أستأذنكم أني أخذ فاصل ونكمل. فاصل ونكملين معكم. حياكم الله مجددا في يا هلا. نتحدث عن البطالة في السعودية ونطرح على طاولة يا هلا مجموعة من الحلول لهذا الموضوع، أو نحاول طرحها مع ضيوفي عبد الحميد العمري وأسامة الشمري. أرحب فيكم مجددا أستاذ أسامة. الحديث توقف عندك، وش الحلول اللي تضيفها إلى فكرة توطين المناصب العليا والتنفيذية؟ والله ما في شك، هو طبعا أستاذ عبد الحميد تكلم عن جزئية مهمة جدا، وهي حقيقة تشغل يعني عدد ليس بالبسيط من الوظائف في القطاع الخاص. لذلك
أتمنى كذلك استهداف توطين الوظائف الأخرى وليس فقط أن يكون على وظائف القيادية والتنفيذية، هي كمرحلة أولى. لماذا ما يكون هناك عكس الهرم؟ ونرى هناك مبادرات كثيرة أطلقتها وزارة العمل ولم تحقق النجاح، إذن لا يكون هناك في تشاؤم عندنا من أي مبادرة تكون أو تكون هناك أعذار لأصحاب الأعمال، وتيار قوي جدا يردع أي مبادرات قد نحصل نتائج. وش أهم المبادرات اللي تتوقع أن الوزارة أطلقتها وما نجحت؟ يعني عفواً خلنا صارح الوزارة، يعني كيف طعمك؟ أنت تقول أنه في مبادرات أطلقتها الوزارة وما نجحت، يعني في مبادرات، بعض المبادرات لبعض قطاعات التوطين اللي وطنت الحقيقة هي ما حققت نجاح كامل، ولكن دعمت هذه المبادرات، هذه المبادرة عفواً أعلن عنها، رسخ لها ورشات عمل، ولكن في واقعها فعلاً، في واقعها الفعلي هي لم تنجح، ولكن كأرقام فعلية أو كأرقام تنشر لهذا القطاع أو بعض النماذج اللي يعني يؤتى فيها ويحكي عن وش الممارسات اللي مارسها في هذا القطاع وكيف حقق فيها نجاح قد تؤخذ، ولكن فعليا كثير من المبادرات لم تنجح حقيقة للأسف. إذن لماذا لا نستهدف الوظائف الآن ذات الأهمية التي يبحث عنها الشاب والشابة في القطاع الخاص؟ الآن جميعا نتفق أن هناك خريجين كفاءات عالية جدا وهم باحثين عن عمل على مستوى الشباب أو مستوى الشابات كذلك، ولكن الوظائف المعروضة الآن ليست ذات الوظائف النوعية التي يحصل عليها كل باحث العمل ويقبل فيها. هذا لا يعني أن هناك عدم قبول للوظائف، لا، هناك في جزئية، ولكن في جزئية تتمنى أن هي تحصل وظائف جميع تخصصات، على سبيل المثال تخصص المحاسبة، تخصص المالية، تخصصات الهندسية التي أشبعت طرح الحقيقة، وهناك مبادرات، احنا سمعنا أنه في مبادرات راح تطلق الوظائف الهندسية كذلك راح يعمل لها برنامج مؤقت، أوكي خلاص أنت اتجه هذا الاتجاه واحذو على حذو وكذا، واتجه إلى الأقسام الأخرى والإدارات الأخرى كالمحاسبة، الإدارات، إدارة المشتريات، هذه جميعها بإمكان أي موظف باحث عن عمل أن يأخذ دورات تأهيلية لهذه الوظائف ويتمكن من تأدية مهامها بشكل كامل. طيب، لماذا لا تستهدف؟ لماذا لا تستهدف؟ هنا السؤال الذي يطرح نفسه. نأتي إحنا لتيار آخر، هناك أعداد غير كافية، هناك راح يكون في شح ونقص في بعض الشركات، لا أتوقع أن هذه الأسباب الحقيقة أنها رادعة أنه ما تطلقها كمبادرة من وزارة العمل، مثل المبادرات اللي أنتم أطلقتوها في توطين 12 قطاع وجعلتوها 70%، أوضعوا آلية لهذه، خلوها 80% يا أخي، 70%، 60% قابلين الباحثين عن العمل، ويكونون موجودين الناس من أصحاب الخبرات إن كانوا غير سعوديين يشغلون هذه الأماكن، ويكون فيه معرفة لهذه الخبرة كسب هذه الخبرة من الموجودين أصحاب الخبرات، كذلك ما نبغى نقلل منهم، ولكن برضو نبي لعيالنا الموجودين الآن وظائف في القطاع الخاص. طيب أستاذ عبد الحميد، هل القطاع الخاص اليوم بكل صراحة هو أو مجموعة فيه تحارب موضوع سعودة الوظائف وتوطينها؟ في جزء منها، شوف الفترة اللي راحت لازم نعترف أنه، وهذا شيء ما حد يقدر يقول لها يعني ينكره، ترى قبل 10 سنوات كان التوظيف في القطاع الحكومي أكبر من القطاع، يعني كنا نتكلم على تقريبا 60% من السعوديين شغالين في الحكومة مقابل 40% في القطاع الخاص. رغم نقول العفس والدفس اللي صار خلال 10 سنوات بالذات من القطاع الخاص وبعض التخبطات اللي صارت من برامج التوطين في وزارة العمل خاصة من 2011 إلى تقريبا 2014-2015، رغم ذلك ارتفع التوظيف في القطاع الخاص كنسبة سعوديين إلى تقريبا أكثر من 55%، يعني لاحظ كنت 40 صارت 55 مقابل 45 في الحكومة، الحين صار الآن الأغلبية من السعوديين وظائف مدنية هم في القطاع الخاص، هذا صحي جدا طبعا، وهذا المفترض يصير، هذا أبعاد ثانية اقتصادية، انخفاض تكلفة الأجور على المالية العامة، عندك وجود قطاع خاص كف يوظف، وهذا الأمر اللي احنا نحتاجه. التحدي اليوم او التحدي اليوم الوضع، وزير العمل انه في 2022 بيصير معدل بطالة 10.5، ترى المسألة ما هي بس 12.9 وبتروح 10، يقول لك والله هذه كم يعني 2%، مو كذا المسألة، هذا تدش معناه هذا ضمنيا 1,400,000 إلى 1,700,000 وظيفة يجب أن توجد في القطاع الخاص إن كان إحلال أو إيجاد خلق وظائف جديدة. يعني قد العدد اليوم الموجود اليوم في سوق العمل في القطاع الخاص، أنت يبقى لك الأربع سنوات الجاية تسوي زيه،
ضعف العدد تتوقع تنجح. وهذا لاحظ وتسوي لما لو نجحت في ذي معدل البطالة ما راح يروح بعيد يعني 10.5% يعني يظل برضه مرتفع. فأنت ما بتحس زين يا رجل من هو زين طبعا خطة 13 عشان تعرف حجم المجهود أو الخطوة اللي يجب أن تقفزها ما هي بسهلة. إذا أنت الآن في فترة من 2009 إلى 2014 اللي هو فترة البترول ارتفع شوف كم رفعت عدد السعوديين تقريبا ضعفت عددهم فقط هذا. والبترول ذاك الأيام بحدود 100 وانت طالع اليوم تتكلم على أوضاع. وهذا شيء أيضا يحسب أيضا حتى لإدارتنا السياسية والاقتصادية عندنا أنه رغم الإصلاحات اللي تمر فيها البلد من 2016 لليوم إصلاح اقتصادي هائل جدا من الأساس إلى الرأس. وهذا الأمر ترى في أي بلد في العالم يترتب عليه دائما ارتفاع بطالة ارتفاع تضخم يصير عندك مشاكل يصير عندك تحديات. الحمد لله هذه ما صارت عندنا ولا صارت ولا وصلت إلى هذا الدرجة من السوء اللي الواحد يخاف. ولكن في نفس الوقت يجب أن تقول للقطاع الخاص رسالة قوية يا وزارة العمل. يعني اليوم أنا أرسل 10 رسائل قبل ما توصل لرجال الأعمال تلقاهم رادين عليها في بيانات اجتماعات غرف تجارية صياح ونياح وإن ما نقدر وما نسوي. يا رجل إذا ما أنت تقدر على بلد بتتحول يا أخي اطلع خل غيرك في ألف واحد بيصير مكانك ما عنده مشكلة. يعني اليوم يقول لك أنت سويتوا فيني كذا. وهذا الشيء ذكرته لك قبل شوي في الفاصل الحين انخفضت أرباح الشركات في عندنا بعض الشركات في سوق الأسهم إيش يبرر يقول لك انخفضت نتيجة رسوم العمالة وقوم وتحس في مواويل حزينة. هذا الكلام غير صحيح ولا هو مقبول أصلا لأنك لما تقول كذا كأنك تقول أن الدولة وسياسة الدولة هي اللي تسببت في خسارتي. وهذا أمر لا يمكن قبوله لا منكم ولا من غيرك. منو اللي أعد الخطاب أعد التبرير غير سعودي؟ هو قاعد يقول ترى سياسات التوطين حقتكم تخسرنا. هذا هو كلامه يعني وش نخليهم في الشارع علشان حضرتك تربح؟ هذا كلام لا يمكن قبوله. فبالتالي عملية وزارة العمل اليوم تتحرك بشكل ممتاز مع القطاع الخاص ولكن يجب أن تتحرك بشكل أكثر مسؤولية وجدية لأن القطاع الخاص ليس كل ما يبرره صحيح. أنا أفهم يعني صحيح أنا أفهم منك هذا صحيح لكن هل هذا الشيء فعلا نختبره في السوق يجي لنا صحيح غير صحيح؟ يعني الحين هل معقول أنه أنا أقبل عندي اليوم 787,000 عاطل عن العمل والباحثين فوق المليون وبقى أقبل مبرراتك يعني السخيفة السطحية هذه؟ لا يمكن. بالتالي أنت عملية أنت تشتغل بالتكامل مع الأجهزة المعنية مثلا مؤسسة النقد اليوم مسيطرة على القطاع المالي ونجحت. هيئة السوق المالية للأسف متأخرة في هذا في السالفة دي. عندك نسبة التوطين في القيادات جدا ضعيفة ضعيفة جدا لا تقارن بالإنجاز اللي سوته هيئة السوق وزارة المؤسسة النقد. عندك تجي على وزارة الصحة تحتها القطاع الصحي كامل تشاركي معها وزارة العمل وفرضي كثير من الأمور اللي ما تقدر أن تفرضينها لا تطلعين في الواجهة. تجي على القطاع البتروكيميكال تجي على القطاعات الثانية أنت تقدر تسوي أشياء كثيرة وأنت قاعد بمكتبك ما في داعي تسوي لجان مشتركة جميل. هذه النقطة نضيفها للحلول. أستاذ أسامة بكل صراحة اليوم أنت تشوف الوضع العام بحكم تخصص تحط يدك على قلبك وتقول يا رب ما تطلع النسبة؟ في مخاوف أنها تزيد؟ والله ما في شك. طبعا شوف المخاوف هي موجودة بالنسبة لأعداد الباحثين العمل والفرص الآن المطروحة في القطاع الخاص بشكل عام تتيك المخاوف بشكل يعني بشكل مباشر الحقيقة لأنه ما في تناسب مع نوعية المخرجات التعليمية للباحثين العمل عن الوظائف المطروحة. وكثير الآن احنا لما نسوي استبيان في معارض التوظيف جميع الملاحظات اللي تذكر لا يتناسب التخصص الوظيفي مع الوظيفة المطروحة لا يتناسب التخصص الوظيفي مع الوظيفة المطروحة. هذا يعزز عليها دائما عن مخرجات التعليم وعدم ربطه مع الوظائف في القطاع الخاص ولا في تناغم فيما بينهم يعني جدا جدا وتدخل فيها وزارة التعليم كذلك وآلية الابتعاث فيما سبق. يعني فما نبغى احنا نرجع للمشاكل السابقة نضع الحلول الآن الموجودة. أنا أتمنى أن يكون في مبادرات لتوطين الوظائف المقدور عليها توطينها. احنا مقتنعين القطاع الخاص في مجالات في ذهنك تقدر تقولها تطرح من المبادرات أسامة من ضمن المبادرات الأخيرة اللي عملتها وزارة العمل هذا من أنجح وأفضل المبادرات اللي سوتها وزارة العمل واللي هي موضوع أنه عدم تناسب التخصصات مع الوظائف المطروحة أنه يصير فيه هناك تقوم صندوق الموارد البشرية بدور كبير في عملية التأهيل والتدريب. صحيح. يعني جاك واحد مثلا تخصص جغرافيا والوظيفة يبغى لها مثلا بس يا جماعة احنا وش اللي نبيها الحين؟ نبغى نلمس هذا الأمر على الواقع نبغى نشوفه. يعني كل هذا الكلام نظريا الآن جميل بس متى نلمس واقع؟ يعني الآن وزارة العمل يعني أطلقت برنامج التوطين الموازن
التوطين الموازي انه بامكان اي شركه في القطاع الخاص الان تبحث تدفع بدال ما هي توظف او توطن اي وظيفه او تسعود، خلينا ناخذها بالمصطلح العام، وتدفع مبلغ مالي بنسبه وتناسب على حسب وش قطاعها الموجود هو في اي تصنيف في نطاقات. طيب كذلك خلاص انت كقطاع خاص الان جالس انت ما تبغى توطن هذه الوظائف، افرض رسوم على ثقل الوظيفه الموجوده. معالي الوزير اطلق انه هناك في سلم وظيفي، اذا السلم الوظيفي ذا اعكسه على سياسات وفاعلها على القطاع الخاص، تعال يا شركه انت ما تبغى توطن، ولكن نعم انت ما تبغى توطن وظيفه محاسب، ما تبغى توطن وظيفه مهندس، انت ما راح تكون رسومك 2400 ريال كرسوم فيزا او اجراءات الى اخره يعني تقاضاها، ولكن راح تكون رسومك في المبلغ هذا، وارفع المبلغ اللي توازى مع الراتب اللي يتقاضاه الغير سعودي في هذه الوظيفه. وهذه نظيفه في هذا الوضع. نعم. في هذا الوضع راح يحس صاحب العمل انه هناك نعم في كفاءات سعوديه ممكن انا اجيبها بدل الرسوم اللي انا ادفعها ولا التكلفه الباهظه اللي انا ادفعها على العامل الوافد الموظف الوافد اسف الموجود عندي في المنشاه، اذا اوطن الوظيفه هذه او اني اجيب سعودي انا يحل محله في هذه الوظيفه. ولكن انت تارك المجال مفتوح الان، تارك المجال مفتوح تستهدف. نعم احنا نتفهم ان القطاع الخاص عندهم مبررات، نتفهم انه في تيار قوي يتكلمون فيه اصحاب الاعمال وهو مقدر لدى وزاره العمل والوزارات ذات الصله. احنا ما نخالف وش السياسات والاجراءات الموجوده، ولكن في اشياء موجوده في ارض الواقع احنا نلتمسها في الاختصاص. نلتمسها في الاختصاص في التوظيف في معارض التوظيف الموجوده، نوعيه الوظائف. يا اخي احدى معارض التوظيف وجدت والله المتقدمين الوظائف كانوا يصيحون يعني. كانوا يعني باحثات عن العمل قالوا احنا ما درسنا وتخرجنا برا عشان احصل على وظيفه مثلا ما تتناسب تخصصي يعني. طيب. وظيفه بائع وظيفه كاشير لا يقلل من هذه الوظائف، اتمنى ان لا يساء فهمي. طيب جميل. ولكن لها مؤهلات موجوده. نعم. باحث عن العمل. طيب الشباب ينبهوني الى ان الوقت انتهى بس انا امون عليهم باخذ دقيقه نص دقيقه نص دقيقه. استاذ عبد الحميد اللي يقول اليوم ان السعودي ما هو حق شغل وش ترد عليه؟ هذا كتبت عنهم مقال. اي القطاع الخاص وجود بالموجود. القطاع الخاص اليوم تعود على الدلالة الحكومي مدعوم من جميع الجهات الحكومية، الكلام ذا انتهى زمنه. اليوم اقتصاد حر، سوق حر، ما تقدر خذ بشتك وتوكل على الله، في ألف واحد بقدم مكانك بس. عبد الحميد العمري شكرا جزيلا لحضورك معنا. أستاذ أسامة أترك لك المجال للتغريدة الصوتية هذه الأخيرة تحطها للجهة اللي تبغاها، وزارة العمل، الجهات الأخرى، الشباب السعودي، لمن توجهها؟ الباحث العمل اجعل طموحك عالية جدا بإذن الله. التوجه قائم إن شاء الله بخلق وظائف ونمو القطاع الخاص بشكل كبير بما يتناسب مع طموحهم وأمانيهم بإذن العزيز. أسامة الشمري شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في أهلا. كان هذا الحديث حول البطالة حول الحلول. حاولنا في هذه الحلقة أنه نركز على الحلول أكثر من وصف المشكلة، لأنه في أكثر من حلقة سابقة وصفنا فيها المشكلة. أعتقد شخصيا أن هذا الحوار وهذا الموضوع ما زال يحتاج إلى مساحات حوار أكثر ومكاشفات أكثر وحلقات أكثر من أجل طرح مزيد من الحلول وإيصالها إلى الجهات المسؤولة. كلنا نتحدث هنا من أجل هم وهدف وطني واحد، وهو أن نقضي على شبح البطالة المرعب الذي يتوسع في السوق السعودي. بعد الفاصل مكملين معكم.